الاهلي ايه هيعمل ايه بكره؟ طمنينا كده على لا فطوم انا علشان يكسب، مفيش ماتش الاهلي ما بيخسرش فيه، يعني فعلا حاجه اتعودنا عليها من صغرنا. متفائله جدا، مع ان الماتش صعب. وماتش صعب، صعب على الاهلي، يعني مفيش الله حاجه صعبه على الاهلي. الله الله والله الله والله. يعني انتي لما مسكنا الكروت انت قلت لهم ايه؟ قلت الكروت فخمه، يعني فيها حاجه كده، شعاع كده بيطلع بيخلينا نحب الاهلي على طول. شعار الاهلي لوحده، نسر بيطير، بيخلينا نفرح على طول. الاهلي حاجه كبيره جدا، ما حدش يقدر يقول حاجه غير كده. يعني انت عندك كام سنة؟ 14 سنه. 14. انتي فير. يعني عايزين نطلع، عايزين نتماسك شويه يا جماعه. انتي في 57، 53، بقالك قد ايه؟ يعني الحمد لله بقى لي 9 سنين، 9 سنين. 8 9 سنين كده ان شاء الله تبقي ورده وزي الفل ان شاء الله. وجامدين. احنا جامدين جامدين ولا مش جامدين؟ جامدين طبعا.